واس وتعرف يا سي محمد راه الناس كيتسناو بدا الفيديو صاحبي. نتوما هنا قبل ما تفرج في القصه خلي اشتراك لايك هو يلا تما كصاحبي ممكن تسكت هذا مالو هذا ديما كنت كنسول نفسي علاش حتى انا ما نكونش كيف ما بغيتي الوالده، خدام بداري بطوموبيلتي وحتى انا تفتخري بيا قدام الجيران. ديما كان بان قاصح وانا لداخل رطب من الفلان تبويق، ديما كان تبوق باش نسى وانا عاد ما كنسحى عايش بوفري وزايده بالحب. اش خاصك العريان خاتم مولاي، مازال ما عرفت كيفاش دازوا هاد السنوات. غالبارح كنت كنجري وصنداله في يدي لاعب حابه وزديديدي، كبرت الوالده وكبروا الهموم. خالد كيفاش ما يكبروش الهموم وانا كابر في الدرب في غال مكاريب ضرب البواقة، كل شي باغي ينسى. نسينا حتى نساتنا الحياة. صبر انا جاي صبر. شنو مالك؟ اسمع صاحبي، تعيش من دقة صاحبي، كاين واحد البريكول يلا نطيرو بيه. ديال اش هاد البريكول؟ عبد القادر راه كيصلح، والخناشي غادي نديوهم اللحوم انا وياك، خاصنا نزربو عليهم قبل ما يطير بهم شي واحد. يلا وجد بيتشو. يلا بيتشو هو الحمار ديالي، ما غاديش نقول لكم حشاكم حيت هاد الحمار كيضرب معايا التمارة مسكين وعمرو قالاح، وبسبابو كنصور طرف ديال الخبز. واخا كتكون القضية عندي محفحفة جامي خليتو يبات بالعشا، هادي هي حياتي، كتلاوحني الايام كيف ما بغات. في الدرب مسمين عليا غا التبويقة حيت عمرهم شافوني ساحي. من نهار نوت البلبالة واحد النهار وكنت غادي نمشي فيها مونتيف، وعاود تاني بسبب نهيلة. ديما كتقولي الوالدة بعد من ديك البنت شي نهار غادي يديك الحبس، ولكن الوالدة ما عارفاش بلي ديك البنت عرفتها من الصغر. بغينا بعضياتنا انا ونهيلة وما كناش عارفينها باش مقوفلة، حلمنا وكبرنا الاحلام وملي كبرنا معاها لقينا الواقع حاجه اخرى. رغم ذلك كنت كنقول مادام القلب كان بضليها غادي نتقاتل عليها. كانت حياتي عاديه جدا بحال شي حوت خرج للشط وكيتقاتل باش يرجع للمحيط، بغيت غير فرصه وهالو. امامي مصوبين ديال بصح، وحيت والد ميكروب داروني حتى انا في لاليست نوار، لا قرايه لا ديبلوم لا خدمه. كل عام كيدوز كنت كنحس بلي نهيلة غادي تمشي ليا. كنت كنتقاتل باش نجمع الفلوس ونمشي نخطبها، واحد النهار تلاقيت بها وما كانتش هي هذيك. بقيت كنسول فيها وقالت لي بلي جاني واحد الخطيب كامل مكمول، ولكن انا ما بغيتوش، انت عارفني كنبغيك نتايا وغادي نتسناك انت. كلام نهيلة كان زوين بزاف، ولكن كامل مكمول سرحات معايا وزعزعتني من الداخل. دوس مع داك النهار وبقيت غير ساكت، صون التليفون ديالها هو وسمعت امها كتغوت عليها، قالت لي ناري قفرتها ومشات كتجري. رجعت للدار طلعت للسطح وباش ما نرونهاش تبويقة، كميت وكميت جوان ورا جوان. طفيت الدماغ ديالي ونعس فوق الارض وكنشوف السما. سمعت ديك اللحظة الدقان بالجهد، الوالدة كتغوت باش نشوف شكون وانا ما كاينش في هاد العالم. ديك اللحظة سمعت الغوات ديال موت نهيلة. هذاك الشمكار واش غادي تعطي لبنتي اتساع ولا لا؟ واش انت مسالي قبك باغي تخرج ليا على بنتي؟ العريس اللي جا كتقول ليه لا، عطي لبنتي اتساع وديها غا في حالتك وفي امك. تو هي كتغوت وانا كنشوف السما،
ونزلات من عيني دمعة. ديك اللحظة تحل الباب، الباب ديال السطح، طلعت الوالدة وجلست حدايا. قالت لي: يا ما يهمكش يا ولدي، واخا يكرهوك الناس كاملين غادي تبقى ديما في عيني انت هو الافضل، ولايك ما كتبغينو هايل اكثر مني. قلت لها: الوالدة حبي ليكي حاجة اخرى وما كتقارن بتشي واحد، ولكن ديك البنت كم بغيها، كم بغيها الوالدة. قالت لي الوالدة: إلا كنتي كتبغيها حيد القصوحية من راسك وسير عند عمامك يخدموك وحيد عليك هاد البلية هادي، بين ليهم شكون نتايا، شكون هو خالد ولد رقية. شديت لي الدين ديال الوالدة وبستم وانا مازال كنشوف السما. حوار كان قصير بزاف ولكن زرع فيا الامل. نط الغد لي واحد اخر، دوشت مشيت حسنت ومشيت للسيبر، صيبت واحد السيفي ومشيت نيشا للشركة ديال عمي الاول. دخلت وبقيت جالس كنتسنى حتى يجي. من بعد نص ساعة تم جاي، نط باش نسلم عليه وبعد وجهه عليا. قال لي: اش كدير هنايا؟ قلت لي: بغيت نخدم وراني وجدت سيفي ديالي. بدا كيبتسم ديك اللحظة ابتسامة ديال الاستهزاء وقال لي: يا اها ايوا مزيان سيدي، صافي صحيتي مشات تبويقة. حضرت راسي وقلت ليه: عفا الله. قال لي: جلس جلس هنا تسناني حتى نكمل. دخل البيرو ديالو وبقيت كنتسنى. دازت الساعة الأولى والثانية والثالثة، من بعد دخلت عنده، خدا السيفي ديالي وبدا كيقرا بصوت مرتفع وكيضحك. قال لي: هادشي كامل اللي كاتب هنايا كله كذوب، فاش بغيتي تخدم؟ قلت ليه: ندير اي حاجه. قال لي: ها قول حفار. اسمح لي، ما عندناش بلاصه ديال الحفاره هنايا. شرك السيفي وقال لي: تفضل. باشاره منه انني نخرج من البيرو. بصعوبه سيطرت على نفسي، تميت خارج وحسيت بالشمته. مشيت عند عمامي كاملين بحال كانوا متافقين يدلوني ويطيحوا مني. هادشي كامل كان متوقع، داكشي علاش كاع ما تصدمت. وصلت للدار وبديت كنفكر نشوف شركات اخرين. الغد لي بقيت غير كندور، ما كان غير سير دابا نعيطو ليك. داز تقريبا سيمانة والحال هو الحال، مكابر ومقاتل وقاطع البلية مدة كل ذو السساحي. نهيلة تبدلات وبدات كدوي غير على بنات خالتها. هادي لبسات كسوة جديدة من زارا، هادي شرات ايفون، هادي سعداتها مشات لتركيا. وانا حتى باش نوعدها باللي غادي ندير لها هادشي كامل في المستقبل ما قدرتش. دارت بي الدنيا ولقيت كاع البيبان مسدودين، ورجعت لبيتشو الحمار ديالي والكروسة، وبديت كندور كنبيع في الديسير. كنضل النهار كامل كنغوت حتى الحلق ديالي كيضرني. كنت كندوز نهار كامل في تمارة ومالها، الخدمة ماشي عيب. بديت كنخدم وكنجمع، وفي الليل كنت كنعس غير بالسيرو ديال النعاس باش ننسى البلية. واحد النهار كنت كنتمشى انا ونهيلة، وكنت كنقول ليها بلي ان شاء الله الامور غادي تكون بخير، وصدماتني ملي قالت لي: باش بحمار وكروسة. ديك اللحظة وقف عليا ود البزناس اللي مولف كنتقدم لعندو. قال لي: اهلا خالد، افين هاد الغبور؟ كان لسانو معايا وعينيه مع نهيلة. قلت لي: عفا الله، وعينيك رمشهم قبل ما نطفيهم ليك في مرة. جرني من قفايا ديك اللحظة وقال لي: شناهو؟ عاود اش قلتي؟ وانا في عادتي كنصبر على اي حاجة الا انه شي واحد يقيسني، وكرامتي هاد المدة كلها وانا كنجفف بيها الارض
ولد البزناز ما لقانيش في المود ديالي. بديت كنطرطق في عنقي وعرفاتني نهيلة باللي غادي نبلبله. شنقت عليه يلا بغي يدخل لي كروشي وانا نخوي عليه. دخلته بدماغه بحال شي تور هايش. طاح الارض والخلعه في وجهه. طلعت فوق منه وبديت كندخل ليه كروشي ورا كروشي. داك الحقد كامل خرجته فيه. نهيلة كتغوت وعباد الله كيصوروا وانا دماغي كان مرفوع غير مع امامي الخدمه الزهر والحياه المعكسه ديالي. مواعيد حتى كان ولد البزناس كله دمايات. وقفوا البوليس وداوني متلبس بهادشي كامل اللي وقع. تم غادي نبيع وانا كنشوف الحياه بسلو موشن. نهيلة كتبكي، بنادم كيشوف فيا، واخر ما سمعت ولد البزناس قال لي والله ما تبقى فيك. داوني الكوميساريه ما سولوني ما والو. جات الوالده مسكينه كتبكي، بهدلتها ومرتها. كلب انا كلب كلب وقع ما نستاهل كاع نعيش. قربات من حدايا ما عاتباتني ما والو، ما سباتني ما لامتني ما حتى شي حاجه. عنقاتني مسكينه وطبطبات عليا. قلت لها سمحي لي الوالده، سمحي لي والله ما عرفت علاش، ما عرفتش علاش الدنيا معكسه معايا. بغيت والو غير بغيت غير نعيش بسلام، ولكن حارفه حتى تبهدلني. واش انا قاعد على الدرجه اخي؟ عيش الوالده والله تعيش. مابقيتش قادر نصبر. قالت لي صبر ولدي، وراه كيف ما قلت لك، واخا تكون كيف ما بغيتي تكون، غادي تبقى دائما الافضل عندي. ثم كانت تابت عليا. ولد البزناس حط فلوس صحيحه باش يصيفطني ورا القريه. داوني العكاشه وضربوني بعام. اللي كان مصبرني هو كل زياره كانت كتجي الوالده ونهيله. كان السلوك ديالي مزيان وكنت صابر وكنحاول نتفادى المشاكل. هادشي كامل بشع، نقدر نخرج به عفو ملكي. من بعد 3 شهور في الزيارة جات غير الوالدة. ملي سولت على نهيلة قالت لي راني سولت عليها ولدي، وقالوا لي بلي راها مسافرة. صدمت ديك اللحظة، ولكن في نفس الوقت قلت من حق تنفس على روحها شوية. ولكن زيارة ورا زيارة كانت غير الميمة الحنينة اللي كتجي عندي. من بعد 5 شهور تهز قلبي ملي مشيت للزيارة ولقيت نهيلة هي والوالدة. نسيت ديك اللحظة بلي ما كانش كتجي عندي هاد المدة كلها. مشيت كنجري وعنقتها بالجهد بحرارة، ولكن هي كانت باردة بحال التلج. كانت كدوي عكس الشخصية ديالها تماما. واخا حبها ليا كان واضح من عينيها، ولكن كانت شي حاجة مختلفة. شفت ديك اللحظة في يديها لقيتها شادة الايفون، ايفون الاخر. وانا عارف بلي العائلة ديالها ناس بوفرية. ما حكرش على الاسئلة بزاف وخليت الزيارة تدوز نورمال. رجعت للسيلون وخدماتني نهيلة. النعاس طار وما كانش حل من غير تبويقة. جوان نطفي به الدماغ ديالي باش ما نجاوبش على بزاف ديال الاسئله كتطرحوا ليا في بالي في كل لحظه وفي كل ثانيه. كانت هذه اخر زياره غادي تجي فيها نهيلة. من بعد بقات كتجي غير الوالده. من بعد 8 شهور قالت لي الوالده بلي الزياره الجايه ما غاديش نجي، عندي شي غرض. قلت لها ماشي مشكله الوالده، ولكن تفاجات داك النهار ملي كنت جالس في السيلون. ملي وصلت الزياره جا عندي الموظف وقال لي نوض راه عندك زياره. بقيت كنستغرب كيفاش الوالده ما غاديش تجيو، شكون غادي يكون جا. تفكرت ديك اللحظه نهيله، مشيت كنجري بالجهد. عارف الوالده ما غاديش تجي، اذا هذه نهيله 100%. مشيت كنجري بلهفه كبيره وتصدمت ملي لقيتها ابتسام بنت درب. قربت من حداها وقلت ليها ابتسام لاباس عليك ياك؟ لاباس. ما الوالده؟
قالت لي لا، ماما كرهها بخير، غير جيت نشوفك. وليك ما كنتي كتسنى شي حد اخر، بديت كنبتسم وقلت ليها راك عارفه. قالت لي فيق فيق من القلبه، راه انت اللي ما عارف والو. قلت لها ياك لاباس. قالت لي نهيله راها تخطبات والسيمانه الجايه كاين العرس ديالها. دارت بي الدنيا وجلست فوق الكرسي بالصدمه. قلت لها كيفاش؟ ما يمكنش، نهيله كتبغيني. قالت لي اه كتبغيك، ولكن الطمع كيعمل عينين. جبدات ديك اللحظه التليفون ديالها وقالت لي اسمع. خدمت الاوديو وبقيت كنسمع. لا لا اختي شرقتني تسنى فيه، واش من نيتك؟ واش حماروك الروسه غادي نعيشو بيه؟ احمد ما خطبني خدا ليا مسكين ايفون. واش لا حوايج؟ اه فعلا ما كنكرش باللي انا كنبغي خالد، ولكن الحب ما غاديش يوكلنا الخبز. كملت الاوديو بالدموع. قلت لها شكون هاد احمد؟ قالت لي ولد البزناس. بديت كنبتسم ديك اللحظه والدموع على خدي. وقفت وتميت غادي. قالت لي انت بحال خويا، كبرنا في درب واحد، ما نبغيش تعيش في الاوهام. حمد الله وشكر حتى ديك البنت قامت تستاهلك كاع. تميت غادي وكنبكي. وصلت للسيلون تكمشت وشريت الذكريات كله كيدور لي في بالي. عتقوني غير الحباسة بجوانات واحد ورا واحد، حتى طفيت الدماغ وشفتها هي في اللاوعي. كيفاش غادي نساها وانا من نهار شفتها بغيتها؟ كبرت معايا بحال شي حلم، واتضح في النهاية باللي كابوس. دوزت 3 ايام الاصعب في حياتي كلها. حقدتني نهيلة في الحياة اكثر ما انا حاقد. قبل ما نكمل المدة السجنية خرجت بعفو ملكي. خرجت وانا انسان اخر، مجرد من الروح. قلبي كان بض غير على قبل الوالدة. غير قربت للدرب سمعت صوت ديال شي عرس كاسر الدنيا. ما حدي كنقرب ما حدو كيتجهاد. شافوني دراري صغار ولاد الدرب اللي كانوا عارفين باللي كنبغي نهيلة، وكانوا عارفين باللي بيناتنا علاقة. شافوني تم قاصديني كيغوتو. خالد خالد، هذا العرس ديال نهيلة. قامت صوقت وكملت طريقي. غير قربت للدار وقفت عاود تاني ورجعت باللور قاصد العرس. وصلت حدا الباب ديال الدخلة وبديت كنطل كيف ما كيطلوا الغرباء. بانت لي البنت اللي لطالما حلمت بها، جالسة حدا واحد آخر وشاد ليها في يديها. ما شعرش وتمي الداخل وسط الناس وهما كيشطحوا. بقيت غادي قاصدهم ومرفوع. ما وعدت حسيت بشي يد شداتني من يدي. درت وانا نلقاه بوك الدري البزناز الكبير. قال لي خرج ولا نرجعك فين كنتي. قلت لي اسمع، طلق مني، غادي نقول لي جوج ديال الكلمات وغادي نخرج، ولا بغيتي البلباله غادي نرونه هنايا. طلق طلق، غادي نقول لي جوج ديال الكلمات. طلق مني ديك اللحظه وتميت غادي. شافتني نهيله وشهقات وعات وحسات، ولكن فات الفوت. قربت من حداهم، الناس كلهم في العسك يشوفوا فيه وعارفين العلاقه اللي كانت كتربطني بنهيله. قررت من حدا ولد البزناز وقلت ليه شكرا لك بزاف، درتي فيا خير. كنت غادي نعيش مع إنسانة في هيئة شيطان، ونسيت باللي الطيور على أشكالها تقع. تمت غادي ديك اللحظة وكنحاول ما نبكيش. كان كلشي كيشطح وفرحان. كنت كنضحك في وجه الناس باش نبين ليهم باللي عادي. خرجت من العرس بالزربة، طلعت للدار وشافتني الوالدة أونفاس. تصدمات، غير حلات يديها مشيت كنجري وعنقتها بالجهد والدموع على خدي. قالت لي الوالدة ما ديرش بالك ولدي، هي اللي رمات نفسها في النار.
خلي هاد التكوى بيها وانت خدم على راسك، راك مازال صغير. وبين ليهم شكون انت، هادوك كاملين اللي سدوا عليك الباب. قلت لها باش الوالدة طريقي كلها شوك، وزهري ما بغيت تسقم ليها. تم جاي عندي ديك اللحظة الوالد شدني من يدي وتم غادي بيا الشرجم، قال لي شوف الفوق شوف. قال لي يمكن الناس كاملين سدوا عليك البيبان، ولكن الابواب ديالو ديما مفتوحه، وان شاء الله غادي يجيك زهرك بين يديك في اللحظه اللي ما غاديش تكون متوقعه نتايا. خلي ايمانك بالله قوي، الحياه فرص، كون على استعداد. كانت ليله حزينه بزاف، جالس في السطح وموسيقى العرس كاسره الدنيا، دماغي مبوق وقلبي ساحي، والهم والغم. داز تقريبا من بعد 15 يوم وانا على هاد الحال هذا، كنت مستسلم وما عنديش رغبه في الحياه نهائيا. كلمه واحده من الوالده خلاتني نوض من جديد. سمعتها كتصلي مسكينه وكتبكي وكتقول يا ربي يا ربي يسر ليه، راه كيتقطع قلبي كل ما كنشوفو هكا. سمعت هادشي هذا وزعزعني من الداخل. نضيك اللحظة دوشت، توضيت صليت ومشيت حسنت، ومشيت نشوف بيتشو. نفخت البنوات ديال الكروسة ورجعت عاود تاني الحماس. من بعد 3 ايام رجعت كيف ما كنت. البيع والشراء بطبيعة الحال تبويقة ما يمكنش نقطعها، ما يمكنش نقطعها. وانا فين ما كندخل للدرب كنشم ريحة الزطلة. الامور عندي بدات كتقعد وبدات كتيسر لي الحياة. طوال هاد المدة كنت فادة حاجة وحدة، ندوي ولا نسمع شي حاجة على نهيلة. واحد النهار في الصيف كان الحال سخون بزاف، قالوا لي الدراري نطلعوا لطنجة نتبحروا، ومن هنيت نسى داكشي كامل اللي دزتي منه. الوالد والوالدة مساكن رحبوا بالفكرة وكانوا باغيين يشوفوا ولدهم المورال طالع. نهار جمعت الحويج وتميت غادي عنقاتني الوالدة بالجهد وبدات كتبكي. قلت لها مالك الوالدة؟ قالت لي والو ولدي، غادي نتوحشك بزاف. قلت لها صافي ما مشيش الوالدة. قالت لي لا، انا بغيتك تمشي باش ترتاح وترجع لي واحد اخر. بست ليها راسها هي والوالد وتحركت. مشينا شدينا التران، لقينا كاملين قصحة بالزطلة. في الطريق عرفتم علاش اختاروا الشمال بالضبط، حيت تم السلعة كتكون موجودة. بقينا غاديين وكنضحكوا، وغير كنت فكر نهيلة كنت كنهجروا. وصلنا لطنجة وكرينا وكنا فرحانين ومستمتعين بوقتنا مزيان. دوزناها كلها تبحار دوران وعايشين بخير. كان عندنا افكار شيطانيه. النهار الاخر اللي بقى لينا في طنجه دوزنا غير عمان. وصلت ديك الجوج والشمس كانت قاصحه بزاف، تكيفنا جوان ورا جوان. واحد الدري كان معنا كان عنده واحد الشومبرير، ومن نهار جينا كيقول لنا والله حتى تجربه زوينه. شناهي التجربه دي؟ هو انه كيتبوق كيدير الكيت بلوتوث كينعس في داك الشومبرير وكيبقى يشوف السما. حنا كنا عارفين وكاع ما كيعرف يعوم، وكان طالق علينا بهاد القضيه هادي، ولكن هاني تقنا به. نهار الاخر عاود تاني قال لينا والله حتى تجربه زوينه بزاف، تبوق ديال الكيت بلوتوث خدم المزيكا وجلس في الشومبرير وغمض عينيك ويا سلام. الدراري كاع جربوها، وحيت كان نهار الاخر قلت لي نجرب حتى انايا نعيش التجربه هادي. تبوقت مزيان، خديت الكيت بلوتوث خدمت المزيكا، ما بقيتش كنسمع البشر. دخلت بالشومبرير لداخل، جلست تكيت فيه وبقيت كنشوف السما، وكنت كيف داك الجوان اللي بقى لي في يديه. كانت موسيقى حزينه بزاف، قلبات عليا المواجع. تفكرت كاع ديك اللحظات الاليمه اللي دزت منها والنحس اللي شفته في حياتي كامله. ما نهار حليت عيني في هالدنيا الدموع بداو كينزلوا ديك اللحظه،
غمضت عيني ديك اللحظة وبديت كنتفكر شريط الذكريات. نهيلة، ما غادي تفرقنا غير الموت، انتي ديالي. الوالدة، غادي نكبر نخدم وغادي نديك الحج ان شاء الله، انتي والوالد، وغادي نحيدكم من هاد الدرب هذا. نهيلة، علاش؟ علاش غدرتيني؟ علاش درتي ليا هكا؟ ترفعت ديك اللحظة وكانت الموسيقى مجهدة بزاف، وكنت قادر نسمع صوت ديال صحابي كيغوتو بالجهد. خالد فيق فيق فيق، راه الشومبلر كيديك لداخل. خالد، كنت كنسمعهم كيغوتو، ولكن مع التبويقة ترخيت ودهاتني عينيا ونهاست. داز وقت طويل بزاف وانا جابد عليه، ومع الصهير والعيا والكاو، واحد اللحظة بديت كنحس بالبرد. ضرباتني الفيقة لقيت الظلام، اللي حاولت نوض لقيت راسي مازال فوق الشومبرير. بديت كنصرفق في راسي، ويلي، واش كنحلم ولا هذا غير تأثير التبويقة؟ ملي حاولت نوض لقيت غير الماء داير بيا. حيت الكيت من ودنيا وحسيت بالخوف، وعرفت باللي داني البحر. بديت كنغوت بالجهد. ايوا ايوا، واش كاين شي واحد هنايا؟ ضربات ديك اللحظه رعده بالجهد، قلبي تهز من بلاصتو. عمرني حسيت بالخوف كيف ما حسيتو هكاك. بدات كتصب الشتا والمايت كيلاوحو فيا، وانا متشبت بداك الشومبرير والدموع كينزلو. عرفت راسي باللي غادي نموت، كان شعور صعيب بزاف. حسيت برغبة كبيرة في الحياة، بالرغم من المأساة اللي كنت كنعيش، وبالرغم انني كنت كارها، غريزة البقاء تحركات فيا. دوزت ديك الليلة الأصعب في حياتي كلها، انا بوحدي وسط البحر والظلام، في مواجهة الأمواج والرعد والشتا. ما هدا الحال حتى دازت تقريبا شي 3 ديال السوايع. من بعد تمكن مني النعاس. في الصباح غادي نحس بالبرد بزاف، والماء كيدخل ليا لفمي. ملي حليت عيني لقيته الشومبرير مفشوش. هزيت عيني لقيته راسي وسط المحيط، ما كيبان والو. بديت كنفخ في الشومبرير ولكن والو. لقيت فيه تقابي وكانوا مساتفين بحال شي قوس. خليته وبقيت غادي كندرع وفي المود ديال الخلعة. صافي قلت 100% هادو سنان ديال القرش. بقيت كندرع كندرع وكنحس باللي انا في بلاصتي. ديك اللحظة داكشي اللي خفت منه وقع، بانت لي زعنفة ديال القرش بدات كتحوم عليا. المود ديال الخلعة، بديت كنضرب بيدي في الماء وكنغوت. تقريبا شي ربع ساعة ديال المقاومة عاد مشى بحالو. عييت بزاف وتمكن مني البرد والجوع والعطش والشمس اللي كتحرق فوق مني. وخوكم مع البلية السوف اللي مكينش. ديك اللحظة بان لي واحد الباطو القدام، بديت كنشير بيدي وكنغوت، ولكن كان بعيد بزاف. بديت كندرع كندرع وكنحس باللي كنقرب ليه. ما حدي كنقرب، ما حدي كنزيد نتحمس وفرحان بزاف. كنقول ربي عطاني فرصة أخرى. ملي قررت البلاصة اللي كان فيها الباطو ما لقيت والو. درت ليه من الليسر، سرحت عيني مزيان ما لقيت والو. عرفت راسي ديك اللحظة باللي بديت كنهلوس، وعرفت باللي مصير واحد كيتسناني هو الموت. وصلت العشية وبدات كطيح الظلمة. كنت حاس باللي هادي غادي تكون الليلة الأخرى ليا هنايا. استسلمت ديك اللحظة وبديت كنبكي. إحساس صعيب بزاف تعرف راسك غادي تموت. بديت كنتفكر الهضرة ديال الوالدة. ولدي، غادي نتوحشك بزاف. مسكين الوالدة ديالي، القلب ديال الأم. كانت حاسة بلي غادي توقع شي حاجة، داكشي علاش آخر مرة عنقاتني وبدات كتبكي.
درت عومة ديال الميت ونعست على ظهري وبقيت مراقب السماء كيف ما كنت كندير ملي كنت كنتبوق. والصراحة ما كرهتش شي جوان دابا، بس كيف ما كانت النهاية ديالي نكون مرفوع. داز ديك الليلة كلها وانا غير كنقول له دابا غادي يجرني القرش، دابا غادي ياكلني، وطيروها مني خلع غير الدلافين، اعتبروني لعبة وداروا فيا ما بغاو. ملي بدا يصبح الصباح كنت ميت بالعطش والجوع والسخفة، والرطوبة كنحس بها كتنهش لي الجسد ديالي. حليت عيني بشوية، بانت لي واحد الخشبة كبيرة، بديت كنبتسم حيت عرفت باللي غير كنتوهم. الخشبة كانت هي اللي كتقرب مني هاد المرة هادي، اللحظة اللي قرباتها هزيت يدي بشوية وقستها، وتأكد ديك اللحظة باللي كانت بالصح قطعة خشب. طلعت فوق منها ونعست وقلت مع نفسي اللهم نموت هكا ولا يكوني القرش. نعست على ظهري وفي الموت ديال السخفة، فمي تشرط وحلقي ناشف ولحمي بدا كينبل. ملي وصل الليل كنت صافي مستسلم للموت بسبب الجوع والعطش. طربات ديك اللحظة رعدة قوية وتبعاتها شتا مجهدة بزاف. بديت كنحل فمي وشنايف يتلاصقوا مع بعضهم بسبب الجفاف. حليت فمي بالزز وبديت كنخرج لساني، كانوا قطرات ديال شتا بحال الرحمة. استجمعت القوة ديالي ونطحيت التيشورت ديالي، عصرته مزيان من الماء المالح وبقيت هازو الفوق. ملي كيسرد كنعصرو وكنشرب. نفس العملية كررتها بزاف ديال المرات. اعتبرت هادي آخر فرصة، يا إما غادي يكتب لي عمر جديد وغادي يلقاوني، ولا مكتاب عليا الموت هنايا. ملي صبح الصباح لقيت راسي وسط سرب ديال الحوت، الحوت الصغير. بديت كنخطف وكنضربهم مع الخشبة. جمعت شي بركة ديال الحوت، خويت ليهم كرشم وفرشتهم في الخشبة باش يطيبوا بالأشعة ديال الشمس. ملي شدت فيهم الشمس مزيانة بديت كناكل بشراهة. كان هذاك أحسن طعم ديال الحوت غادي ناكل في حياتي. حسيت باللي الروح رجعت من جديد، والفرحة كملات من اللي بانت لي شي حاجة أخيرا القدام ما قدرتش نحقق فيها مزيان، ولكن واضح باللي البرية هاديك ومن حسن الحظ تيار كان غادي بيا ليها. ما حد كان قرب ليها، ما حد كتوضاح. وعرفت هذيك اللحظة باللي شي جزيرة كانت هي نقطة الأمل، وما كنش كان حيد عيني عليها. وصلت العشية وطاح الظلام وما زال ما وصلت ليها، ولكن تيار حولني المسار آخر. ديك اللحظة خديت القرار، نقصت وانا نكمل بتدرع. بقيت كندرع وعيني غير على الجزيرة، كندرع بكل قوة، والحماس كيزيد كل ما كنحس باللي كنقرب ليها. حتى وصلت للشط، أول حاجة درتها طحت على ركابي وسجدت وقلت الحمد لله الحمد لله. نعست على ظهري وبديت كنبكي. أوه يلا كنت غادي نموت، كتاب لي عمر جديد. بديت كنسمع ديك اللحظة صوت شي وحدين كيدويو، نط فرحان وأخيرا الناس غادي يعاونوني. تميت غادي كنجري بلهفة كبيرة. ملي وصلت لقيتهم شاري العافية. بديت كنطلع عليهم من بعيد، وتصدمت ديك اللحظة ملي شفتهم شادين واحد وهازين عليه سلاح وهو كيبكي. اللحظة اللي ضربوه للرأس سمعت القرطاس قلبي تهز من بلاصتو. طحت على ركابي وحسوا بيا، داروا كاملين الجهة فين كنت مخزون أنايا. ديك اللحظة قراطاني شي واحد، سدت لي فمي وتم جارني وقلبي كيضرب بالجهد. وقفني ورا واحد الشجرة، جاو خوتنا في الله اللي سمعوا الحس ديالي في الأول، وبداو كيقلبوا البلاصة اللي كنت واقف فيها. بقاو كيقلبوا ما لقاو والو ورجعوا فين كانوا. شنقت ديك اللحظة في هذاك خونا اللي قراطاني ولصقتو مع الشجرة،
الا غادي ندخل ليك روشي لقيتها بنت دفعتني ومشات كتجري ما فهمت والو. ويلي اش هاد الزهر هذا من القرش والمحيط ولينا في القرطاس مصيبه وطحت فيها عاوتاني. وتقول واش هاد الحياه بغات دير معايا مزيان. خوتنا في الله كان واضح باللي مجرمين، ولكن شكون هاد البنت هادي وعلاش هادشي كامل؟ البنت مادام دارت معايا داك التصرف اذن كانت عندها نيه انها تعتقني منهم. مشيت تبعت هذيك اللحظه منين مشات بالضبط، ولكن ما لقيتهاش. وصلت لواحد الكوان وانا نتخزن فيه. داز ديك الليله وفي الصباح بديت كنحس بالخطوات قراب مني. بقيت ساكت وما كنديرش الحس، ولكن عاقوا بيا، ضاربوا بيا كاملين وهزين السلاح. وحيت شفت داكشي اللي وقع البارح ما كاينش اللعب. خرجت وانا هز يديا كيف ما كنشوف في الافلام. قربوا من حدايا وبداو كيقلبوا فيا. خطفت الاول الفردي وضربته بدماغ، تاني قراطيته وحطيت ليه الفردي في راسه. واحد خونا سمر راسه كبير، واضح باللي هو الزعيم ديالو. لاح السلاح ديالو بعيد، واللي قراطيته حتى هو لاح السلاح ديالو. وحتى داك خونا الرابع تم جاي قاصدني، داك الرابع وهز لاكارد زعما لوحت انت السلاح وتعالى دراع. ولقاوني ماشي من العاكزين، لاحت السلاح وتميت قاصدو. ضربني بكروشي ويزعزعني ولعبت، تم قاصدني ومحمر فيا. بغى يضربني عاود تاني خويت عليه، ضربتو بالجهد برجلي الفخد ديالو، طاح الارض وطلعت معاه بركوبتي. خوكم واخا ديما التبويقة والسوفل ما كاينش، ولكن عصبه ما كنتفاكش. وهاد خوتنا واخا عمالقه كيبانو رطبين وباينه طالعين غير بدانون، اما خوكم في الله طالع غير بالخبز واتاي رجوله. تمو دوك جوج جايين قاصديني، وداك السمر بقى كيتفراش. تمو قاصديني دوك جوج وما يطاولوني، ولكن واخا هكاك ما خليتش حقي، ضربه فيا وضربه فيهم. داك خونا الاول اللي ضربته بالركبه ديالي تم هاز واحد العود وجاي قاصدني، غفلني من اللور وضربني بالعود للراس نيشان. طحت على وقفتي، طحت وما بقيت عاقل على والو. ملي ضربتني الفيقه لقيته راسي محزوم ومتكي في واحد الكوخ. نطت وتميت خارج. قبل ما نخرج من الكوخ بالي واحد الصندوق محلول وعامر بالذهب. نزلت حداه وبقيت كنشوف داك الذهب والمجوهرات اللي فيه. يلا غادي ندور، لقيت واحد هز عليا سلاح. بقى هز عليا سلاح، غير حطيت داكشي اللي كان في يديا ويهبط السلاح. قرب من حدا الصندوق ويسدو، جاب الله واحد شوية لونغ اللي تعلمناه من الافلام الامريكية. وسمعتو قال يا غير اوت، عرفتو قال لي خرج بحالاتك. خرجت ولقيتهم كيشويو في الحوت. شاف فيا داك السمر وبقى كيبتسم وقال لي تعال بيديه. وانا حيت كان فيا المود ديال الجوع بلا عكز عليا مشيت كنجري. جلست حداهم وعطاوني نقصي، بقيت كناكل كناكل بلا عفة كبيرة. بقيت غير كناكل وكيشوفو فيا. بداو كيدوو معايا ديك اللحظة، كنت كنفهم شي حاجة وشي حاجة ما كنفهمهاش، والحاجة اللي كنت كنفهمها كانت كتوضح ليا شنو بغاو يقولو. بدا كيدوي معايا داك السمر وكان واضح باللي خايب، وبقى كيشرح ليا بالتفصيل شنو وقع هنايا. فهمت بلي جاو لهاد الجزيرة هادي باش يقلبوا على شي حاجة مهمة، وهاد الحاجة المهمة كنظن هي اللي شفتها لداخل في داك الكوخ. قال لي بلي 5 سنوات تقريبا وهما كيحاولوا يجيو لهاد الجزيرة هادي، ولكن التيار ديالها كان صعيب بزاف. وهاد العام ساعفنا الحظ، ولكن الباطو اللي جينا فيها تقطعات الميرساد ديالو ومشى، وبقينا واحرين هنايا بلا ريزو بلا والو. الامل الوحيد اللي بقى عندنا هو اننا نصنعو زورق خشبي وغادي نمشيو فيه كاملين، وديك الساعه نتمنوا نوصلوا بسلام حيت غادي نكونوا تحت رحمه الجو. قال لي الى عاونتينا في هذا الزورق هذا غادي نكملوه في اقرب وقت. سولتو ديك اللحظه على ديك البنت وقال لي هذيك خائنه من الخوانه، واي خائن المصير ديالو هو الموت. طوال الزمان ولا قصار غادي نقتلوه. راكي شوف في داك السمر وقال لي وانت كيفاش وصلتي هنايا؟
عاودت لهم كيفاش جيتو بقاو كيموتو بالضحك وكاع ما تيقو كاع. وشكون غادي تيق باللي بسبب تبويقه جيت هنايا؟ الحمد لله تعرفت على هاد الناس هادو، اللهم مع مجموعه ولا بوحدي. بدينا كنصايبو داك الزورق اللي ما بقى ليه والو يكمل. داز تقريبا يومين، واحد النهار كنت كندور في ديك الجزيره باش نجمع العواد وانا نشم ريحه خانزه، اكتشفت من بعد باللي كاينين بزاف ديال الجوتات هنايا. سديتني فيه وقربت من كل جوته واستغربت، حيت كان واضح باللي دوك الجوتات كلهم ماتوا بالقرطاس. بديت كنتفكر ديك اللحظه داك المشهد اللي شفت اول مره حطيت رجلي هنايا في الجزيره، داك المشهد اللي كياكد باللي شي حاجه في البلان. وكيبقى السؤال اللي مازال ما لقيت ليه جواب، هو ديك البنت ما محلها من الاعراب؟ كنت حاس باللي شي حاجه ماشي هي هذيك هنايا. وشحال من مره كيكونوا كيدويو غير كنوصل له كيسكشو، واخا اصلا ما كنفهمش 100% اش كيقولوا. كانوا كيعطيوني تماره بزاف وانا كنت ساكت، حيت كنت باغي غير نحيد من هنايا ويدبروا لي بشويه ديال الذهب ويا سلام. بعد مرات كنبقى واقف وكندوي مع راسي، هادشي اللي كنعيش بحال شي حلم. نعاود لشي واحد قام يصدقني باللي بسبب تبويقه دزت من هادشي كامل. حاجه وحده اللي ما مخليانيش هاني هي الوالده، شنو غادي يكون رد الفعل ديالها؟ واخا انا ميكروب مصالح الوالو، ولكن كنت انا هو كل شيء بالنسبه ليها. دازت تقريبا سيمانه، الزورق الخشبي ما بقى ليه والو. واحد النهار كنت كيف العاده كنجمع العواد ولقيت بسطان، تحنيت هزيته وبقيت كنقلب فيه، لقيت فيه لاكارت والدولار الامريكي. حققت فمو لاكارت وكانت بنت سميتها انا. من بعد لقيت صوره فيها تقريبا شي 15 واحد، وهي الوحيده اللي كانت بنت. من بين الناس كان داك السمر ودوك المكارب اللي معاه. تاكدت باللي هاد البنت هادي هي اللي شفتها نهار الاول. ديك اللحظه سمعت صوت ديال الغوات، وكان واضح باللي صوت مرا، وما دام مرا وحدك كاينه معانا في الجزيره عرفتها باللي غادي تكون هي انا. مشيت كنجري ديك اللحظه، مشيت بسرعه كبيره في اتجاه الصوت ولقيتهم شادينها، جالس على ركابها وهازين عليها سلاح. بلا ما نشعر مشيت كنجري، ملي قربت خطفت لذاك خونا الفردي. كلهم تصدموا وبقاو كيشوفوا فيه، وباش نبين لهم باللي انا معاهم حطيت لها في راسها باش يعرفونيت باللي انا ميكروب. هز السلاح ويديك يترهدو، عمرني كنت كنظن غادي نهز السلاح من غير 17. بقاو يديك يترهدو خايف غير لنتيري فيها بالغلط. كنت عارفهم باللي محمرين فيها وباغين يقتلوها. ديك اللحظه طاحت لي فكره في بالي، بدا داك السمار كيغوت وكيقول لي يلا يلا تيري فيها اش كتسنى. والبنت كتشوف فيها وعينيها مدمعين، درية زوينة بزاف، خسارة هاد النعمة تموت. لحد ديك اللحظة السلاح في الأرض، حيدت التيشورت ديالي وجريتها من شعرها وبديت كنتحرش بها باش نوصل لهم النية ديالي. بداو كيضحكو كاملين وتميت غادي بها. ديك اللحظة هو يوقفني واحد فيهم وبين عاق بها، تم كيقرب مني وبدا كيحيد السمطة ديال السروال ديالو، جر البنت من شعرها وقال لي انا الاول. تم غادي بها، ما لقيت ما ندير وبديت كنضحك حيت كانوا كلهم كيشوفوا فيا باش يعرفوا لا رياكسيون ديالي. البنت كتغوت مسكينه غاده وكتشوف فيا، داها لوسط الغابه وقلبي كيضرب بالجهد، وكنحاول انني نبين لهم العكس باللي ما متوتر ما والو. الغوات ديالها كان كيضرني في قلبي، ما قدرتش نتسنى اكثر. وقفت ديك اللحظه وداروا شافوا فيا، قراطيت داك السمر وحيدت لي السلاح من جيبو، حطيتو لي في راسو وقلت الاخرين حطوا السلاح ديالكم. بدا كيغوت داك السمر وقال لهم حطوا السلاح، ملي ضربتو بكل قوه دفعتو عليهم ومشيت كنجري بسرعه كبيره. هزو السلاح خوتنا في الله وبداو كيتيريو وبداو كيغوتو صاحبهم باش يقتل ديك البنت. ملي وصلت لقيتو كيضرب فيها وكيحاول يغتصبها، ما كانش عندي نيه نهائيا نقتلو، ما حطيت ليه فردي في راسو زعما باش يتراجع ويتخرج القرطاسه.
تصدمت وبقيت كنترعد ملي بالي الدم كيخرج لي من راسو. واخا القباحة من الصغر عمرني فكرت نآدي شي واحد، ودابا انا قتلت. سمعت ديك اللحظة خوتنا في الله كيجريو، شديت الدرية من يديها وتميت هارب انا وياها. كنت غير كنجري وكنشوف ورايا، واحد اللحظة هي اللي ولات غادة بيا، وكأنها كانت حافظة الطريق وعارفة فين غادة بالضبط. تخشينا في واحد الحفرة وغطاتها بوراق ديال الشجر. ملي كنا كنجري وتجرحت في رجلي، قربت من حدايا وقلبات لي الجرحة، حلات واحد الشكارة وجبدت منها بونسمون والماتيريال، دارت لي عود فمي باش نعضو من اللي نتوقعت، وبدات كتخيط لي في ديك الجرحة. حيدت العود من فمي وبقيت كنشوف فيها وسرحت فيها. تفكرت ديك اللحظة نهيلة والأيام اللي كنا فيها مازالين صغار، وسقف الأحلام ديالنا اللي كان صغير بزاف، عمرنا كنت كنظن غادي يتبدل. كنا كنحلمو غير بدار نجمعو فيها بجوج. قعدت كتشوف فيا أنا وبدات كتواصل معايا بشوية ديك اللغة اللي عندي. خوكم مخصص طال كنعرف غير لغة الطش، ولكن حيت حنا مغاربة كنفهموها طائرة. كانت كدوي معايا، وملي ما كنفهمش الحاجة كتشرحها ليا بالإشارة. دوزنا ديك الليلة حدا بعضياتنا، جابت كتاب وستيلو وبدات كتعاود ليا كل شي بالضبط اللي وقع هنايا. تصدمت كيفاش مازال متحكمة في نفسها. قالت لي احنا مجموعة متخصصة في البحث عن آثار، وبابا كان هو الرئيس. كنا احنا مجموعة بينا تقريبا شي 15 واحد، وفي هاد المجموعة كانوا حتى جوج ديال خوتي. غير وصلت لهاد النقطة هادي بدات كتبكي، وتصدمت من الكمالة ديال القصة. قالت لي في سنوات البحث ديالنا لقينا خريطة كنز، وهاد الكنز كاين في هاد الجزيرة هادي، ومسألة الوصول ليه كانت شبه مستحيلة بحكم التيار اللي دائما كيكون مانع ما بين السفن وهاد البحر هذا، وما كيخليناش نهائيا نوصلوا بالسفينة. ولكن مع كثرة المحاولات قدرنا نوصلوا أخيرا، لحنا المرسات ونزلنا كاملين وفرحانين. ولكن الغد ليه هجرناه، الباطو ما لقيناش. كان صدمة كبيرة بزاف بالنسبة لنا، رغم ذلك كملنا البحث ديالنا على داكشي اللي جينا على قبله وهو الكنز. دوزنا تقريبا سيمانة وحنا كنقلبوا حتى لقيناه اخيرا. كنا فرحانين كاملين ومقداتنا فرحة، حيت كنا كنعتبروا نفسنا كاملين عائلة واحدة. ولكن طمع تسلل لقلوب الأغلبية في المجموعة، وداروا انقلاب على بابا حيت ما كانوش باغين يقسموا الغنيمة بالتساوي، طمعوا في كمية كبيرة. خوتي دافعوا على بابا ولكن قتلوهم كل وحشية. من بعد قتلوا الوالد، وداك السمر هو اللي ترأس المجموعة من بعد ما هدد الأغلبية اللي ما كانش موالية ليه. أنا قدرت نهرب وبديت كنتقم بواحد بواحد، ولكن كنت كنلقى صعوبة كبيرة. ملي الزورق قرب يكمل اللي كيعيا كيقتلوه، حتى بقاو بربعة بيهم. وانت ملي شافوك قوي بغاو يخدمو بيك كيف ما خدمو بالاخرين، وفي النهاية قتلوك. ملي دخلتي من البحر شفتك وبقيت مراقبك، وكنت عارفة غادي اديوك. ولكن الحمد لله الامور مشات مزيان. دابا الوسيلة الوحيدة باش نخرجوا من هنايا هي داك الزورق، ومادام دابا حنا كنتعتاروا الاعداء ديالهم غادي يمشيو ويخليونا هنايا. ملي سولتني كيف جيت انا هنايا، عاودت له كيف ما كنت متوقع، كاع ما صدقات. بقى فيا الحال هاد المأساة مسكينة كلها داست منها، ولكن هي ما عارفاش باللي داك الزورق تقريبا راه كامل 100%، ويمكن غدا في الصباح يشدو بيه الطريق. قلت لها ديك اللحظة واش عندك شي بريكة؟ قالت لي علاش بغيتيها؟ قلت لها بغيتها وصافي. عطاتها لي وبقيت متكي وكنفكر في هاد البنت مسكينة وهاد التجربة الصعيبة اللي دازت منها. يقتلوا لك خوتك باك قدام عينيك وما قادر دير والو، صعيبة بزاف. عرفت بلي ما كاينش حل من غير المواجهة
وما يمكنش نسمح انهم يمشيوا ويخليونا هنايا. داكشي علاش غادي ندمو ديال بصح، حيت تلاقاو مع ميكروب. من سوء الحظ ديالهم تبويقه جابتني من طنجة حتى لهنايا، هادشي ما كيدخلش العقل. ومن كثرة الجوانات اللي ضربت مازال شاك بلي هادشي كامل غير حلم وغادي نفيق في اي لحظه. بقيت غير متكي وكنفكر. نسات ديك البنت وخرجت انا بشويه بلا ما ندير الحس. تميت غادي في اتجاه ديال داك الزورق. في الطريق سمعت خوتنا في الله كيتناقروا بعضياتهم وتصدمت كيفاش مازال فايقين. ملي قربت من حداهم وبقيت كنطال من بعيد، بانوا لي جوج هازين سلاح على داك السمر اللي حتى هو بدورو كان هاز عليهم سلاح. ما فهمت والو. عرفت ديك اللحظه باللي نقالبوا عليه، وما دام الزورق كمل طمعوا في الغنيمه كامله. فهادشي كامل ما كنتش كنفكر انا نهائيا في الكنز، وكنت كنفكر غير في الماساه اللي دازت منها انا، وباللي هاد خوتنا في الله خاصهم يتعاقبوا. ما كانش عندي بديل من غير انني نحرق داك الزورق ونحرمو علينا كاملين. وكيف ما تبنى داك الزورق ممكن يتبنى واحد اخر. مشيت نيشان فين كاين الزورق، شعلت فيه العافيه وبقيت حداه حتى تاكدت باللي شدات فيه مزيان، وتميت راجع في حالي. وصلت لداك الكوال اللي كنا فيه ولقيت البنت مازال ناسة. شديت حتى انا قنيت وحاولت الناس، ولكن كان البرد قاصح بزاف. قربت من حداها باش ندفيو بعضياتنا ونهاست. في الصباح غادي نفيق انا وياها، غادي نلقاو راسنا معانقين. واللي فيقنا هو صوت القرطاس والغوات ديال خوتنا في الله، وكلهم كيقولوا حاجه وحده: غادي نشدوك غادي نقتلوك، وكيتوعدوني بالانتقام. شافت في انا وقالت لي: شنو درتي؟ ملي قلت لها حرقت ديك الزورق وهي تصدم وانا مقلوب بالنعاس، قلت لها: الموت ديال باباك وخوتك ما غاديش يدوز هكاك، وبلي دوك خوتنا في الله غادي ندموا علاش قرروا انهم يديروا هادشي كامل. تلاحت عليا وعنقاتني وبدات كتبكي. ما عرفتش علاش، ولكن حسيت واحد الاحساس زوين بزاف، احساس غريب عمرني كنت كنظن غادي نحسو مع بنت اخرى من غير نهيله. حسيت باللي انا ضعيفه بزاف وخايفه ومحتاجه الحمايه ديالي. بقينا مخشيين في داك الكوان، وصوت القرطاس في كل مكان. نهضت البلبالة في هاد الجزيرة هادي، ومع انا يلا فايق حاقد ومقطوع. سمعت شي واحد كيتمشى حدا البلاصة فين مخزون انايا. خرجت وانا كنتسلت، قربت من حدا وانا نجمعو بشمال. ما عرف راسو باش تبلى مع غادي يشوف فيا، مع دخلت لي كروشي. يلا غادي نزيد نكمل عليه، بدا كيبكي وقال لي: انا معاكم، ويلا كنا بثلاثة غادي نتحدو كتر ما نتوما بجوج. خرجت ديك اللحظة انا وبقى كيدوي معاه. سولت ديك اللحظة وقلت لها: واش هذا ذلك العائلة ديالك؟ قالت لي: لا، ولكن كان معاهم. بقى كيبكي داك خونا في الله وقال لها: كنت خايف لي قتلوني، داكشي علاش وهمتهم باللي انا معاهم. دويت مع انا وقالت لي: باش غادي نعرفوك صادق. دويت مع انا وقلت لها: البارح بالليل شفتهم كيتواجهوا مع داك السمر، إذن غادي يكون عندنا عدو واحد دابا هو داك السمر. تميت غادي راجع للكوان وعطيت لخونا بالظهر. يا غادي نزيد خطوة تانية، وقف وقال لي: حدك تم. أنا كانت هازة السلاح، قال لها: حطي السلاح ولا غادي نقتلو. بقات كتشوف فيا وأنا كنبتسم. بدا ديك اللحظة كيعيط لصاحبو. أنا مسكينة واقفة ومصدومة. دارت ديك اللحظة واجهتو بقى كيغوت. انا كنقرب ليه هو كيرجع للور. اللحظه اللي بغى يتيري فيا لقى الفردي خاوي، شنقت عليه وعيط لانا. قربت من حدايا وقلت ليها: هذا واحد من خوتنا اللي قتلوا ليك باك وخوتك. الا كنتي فعلا باغا تنتقمي ما غاديش تضيعي هاد الفرصه هادي. دارت عند خونا في الله وقلت لي: غادي نعطيك فرصه ديال الهروب، الا قدرتي تهرب غادي يكون عندك الزهر، والا ما قدرتيش باي. بدا كيبكي ومشى كيجري بسرعة كبيرة. خلاتو انا حتى فرح باللي كتاب لي عمر جديد وجابت لي قرطاسة في راسو. ما كانش عندنا بديل من غير اننا نتقاتلو معاهم وندافعو على نفسنا كيف ما كنت كندافع عليها وسط المحيط. ودابا ولينا متعادلين
انا وانا والسمر وداك الميكروب. دازت تقريبا سيمانه كانت هدنه، هما ما كيقربوش لينا وحنا ما كنقربوش ليهم. كنا غير كندورو في ديك الجزيره، والحمد لله اننا مسلحين. كانت انا هي اللي كتصيد الحوت، كنديروا الشوايه وكنقصيوه. ما كناش عارفين المستقبل كيداير، ما كناش عارفين شنو غادي يوقع. وهاد النهار كنت غادي انا وانا كنقلبوا على شي حاجه لصالحها للاكل، اي حيوان ولا طير ولا اي حاجه. في الطريق بانت لي واحد الشجره فيها واحد الحبات حمرين وكيبانوا بحال النبق. انتفت ما بقيت غادي وكنقصي. واخا كان المذاق ديالهم مر، ولكن كان واحد المذاق اللي مغاير على الطعم ديال الحوت اللي طلع لي في الراس. حتى عرقت مزيان. عاد قالت لي انا باللي عندك تاكل هاد الحبات الحمرين اللي كاينين في هاد الشجر هذا. قلت لي علاش؟ قالت لي الا كليتي حبه وحده غادي تحس بحال مبوق وغادي تبدا تهلوس، والا كليتي بزاف. قلت لها شش. قالت لي مالك؟ قلت لها تعطلتي باش تقولي لي هاد المعلومه. قالت لي علاش؟ قلت لها الطريق كله وانا كناكل. صدمات انا وبدات كتغوت، ومن رد الفعل ديالها عرفت راسي بلي درت شي مصيبه. قد شد لي انا في يدي وغاد بيا بسرعه كبيره وكتبان مخلوعه. قالت لي الا كليتي كميات كثيره غير انك غادي تحس بالهلوسه، هادشي غادي يتحول تسمم وغادي يقضي عليك. قلت لها ويلي عزرين لعب معايا قاشقاش، مره القرش ومره القرطاس ودابا السم، مصيبه. غير قلت هاد الهضره هادي وعرفت راسي باللي بديت كنتبوق، باللي بديت كندخل وكنخرج في الهضره. بديت ديك اللحظه كنضحك وفرحت، جاب لي الله باش نتبوق اخيرا. تمينا غادي نبدا الدنيا كتدور بيا، وبديت كنتلاوح وكنغني بلال ابالي يا بالا. فبلاص ما حميد البنت هادي ولات هي حامياني. مع حد الوقت كيدوز مع هاد الحاله ديالي كتزاد، وليت كنهلوس. وفهمت ديك اللحظه ردت الفعل ديال لا انا ملي قلت لها بلي كليت هاد العجب هذا. وليت كنشوف فيها كيبان ليا راسها كبير بحال ماما غوله وغادا بيا باغا تقتلني. كندفع فيها وكتقاوم مسكينه وكتشدني عاوتاني. بديت كنغوت ومخلوع منها بحال شي دري صغير، وهي كتجرني بقوه. من بعد بديت كنحس بالالم في المعده ديالي. قربت من حدايا انا وقالت لي غادي نمشي للكوخ، غادي نجيب لك الدواء، حاول تقاوم. مشات انا كتجري وخلاتني بوحدي، وبقيت كنتوجع. ما حيلتي الالم، ما حيلتي الهلوسه. من بعد الهلوسه بدات كتخفاف، وبديت كنحس بالوعي ديالي. ولكن انا تعطلات بزاف، ما بقيتش قادر نصبر من كثرة داك الالم اللي كنت كنحس به. نط وتميت غادي وانا كنتعكل، كنطيح وكنوقف. مشيت من طريق نيشا اللي كدير داك الكوخ، على وعسى نتلاقى معاها وترحمني بداك الدواء. ملي كنت غادي في الطريق بانت لي جايه كتجري. اللحظه اللي شافتني وقفوا عليها خوتنا في الله، لاحت لي الفانيت في الارض وهزات يديها. ما قدرت ندير والو من كثرة الالم اللي كنت كنحس به. داوها معاهم وكنت عارف مع نفسي بلي ما غادي يديروا ليها والو، حيت باغيني انايا. داكشي علاش غادي يعتبروها رهينه وغادي يديروا لي الشونطاج باش نسلم نفسي. داوها وتميت غادي عاوتاني في اتجاه داك الدواء. الالم تزاد بزاف، وصلت وبديت كنقلب واخيرا لقيتو. شربت داك الدواء وبقيت متكي على واحد الشجره. من بعد خمسة ديال الدقائق بدا كيفوتني الحال، ورديت كاع داكشي كامل اللي كليت. من بعد بديت كنوعى داكشي كامل اللي واقع قدامي، وتفكرت ديك اللحظه انا نطت ومشيت للكوان اللي كنا فيه. لقيت السلاح مازال في البلاصه اللي كنت فيها اخر مره، مسكينه خلاتو ليا باش نحمي راسي، بالرغم انها غادي تمشي حتى للمنطقه ديالهم باش تاخد الدواء. هزيت السلاح ديك اللحظه وتميت غادي قاصدهم. ملي وصلت سمعتهم كيدهو معاها بالجهد وكيقولوا ليها فين كاين ولا غادي نقتلوك. ورغم ذلك مسكينه ما كانش كتقول لهم فين كاين انايا. هادشي اثر فيا بزاف. تميت غادي من وراهم، هزيت الفردي دخلت وقلت لهم السلام. مع ضرب زوج تيرات الاول في راسو نيشان.
ما بغيت نتيري في داك السمر لقيتو هاز السلاح على انا وبقيت هاز السلاح عليه عاكي شوفيه وكيبتسم قال لي بقينا احنا بثلاثه وبالحوزه ديالنا كنزي وعادل ثروه كبيره فكروا مزيان نتفقوا بثلاثه بينا نبنيو زورق ونحيدو من هنايا ونعيشو حياه الرفاهيه والا غادي ندي هادشي كامل بوحدي وباش نكون معاك عادل تعال تعال نضربو دراع الا غلبتي نقتلني ولا غلبتك غادي تموتو بجوج وديك الساعة غادي نقاد الزورق على خاطري ونجرب الحظ ديالي لحديك اللحظة السلاح ديالو وبقات أنا كتقول لي قتلو قتلو دابا ولكن أنا قبلت بالتحدي ديالو لحت السلاح ديالي وأنا عيني خرجوا بالخلعة حيت خونا كيبان عملاق تبارك الله بدا كيتعرى عليا وتم جاي قاصدني ما بغيت ندخل ليك روشي مع هزني وردخني في الأرض نط عاود تاني وضربني برجليها حتى تزاطحت مع شجرة تم جاي قاصدني ومحمر فيا هزيت التراب ولحتو ليه على عينيه بدا كيغوت نط ديك اللحظة وعارف بلي الكروشيات ديالي ما غادي يقضيو والو وحاجة وحدة اللي كنعرف ليها هي الدماغ تميت قاصدو كنجري بحال شي تور ومع راسو كبير تبارك الله كنت خايف ولكن رغم ذلك مرحمتوش كنت عارف الا غلبني غادي نموتو بجوج وما يمكنش ديك المقاومة كاملة وسط البحر وفي النهاية نموت هكا تميت غادي بسرعة كبيرة مع هز راسو مع ضربتو للنيف نيشان طاح للأرض وبدا كيتوجع هزيت واحد الحجرة وطلعت فوق منه وبديت كندخل ليه ضربة ورا ضربة ضربة ورا ضربة وكأنه كان الفاصل بيني وبين الحياة خليته غارق في الدمايات ديالو من بعد تميت غادي السلاح ديك اللحظة غوتت أنا بالجهد ما درت معقد خونا في الله حتى هو نايد وحتى هو كيقلب على السلاح وقف وبقى كيشوف فيه قال لي ديك الساعة اسمع الفردي ديالي كان خاوي من البداية دابا كاينين جوج ديال الفرادة واحد ديالك اللي هو عامر والتاني ديالي اللي هو خاوي وبجوجنا ما عارفينش فين تلاحوا بالضبط سعيد الحظ اللي غادي يلقى الفردي العامر جاتني المدة الخلعة ملي سمعت هادشي هذا خصوصا انا عارف الزهر ديالي كيداير بدينا داك اللحظه كنقلبوا بالجهاله وداكشي اللي فكرت فيه هو اللي فكر فيه هو كنا باغي نلقاو جوج ديال الاسلحه في دقه واحده باش نساليو هادشي وبقينا كنقلبوا بجوجنا في دقه واحده لقينا اسلحه هزينا على بعضياتنا السلاح وانا كتبكي بقيت هاز الفردي وفي المود ديال الخلعة عندها كيكون خاوي تم يتراجع باللور وهو قاصدني منيش عليه وانا منيش عليه وقفنا قدام انا السمر كان كيبتسم وهادشي خلاني نعرف باللي صافي هادي النهاية ديالي بديت كنقول مع راسي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله قال لي اسمع غادي نبدا انا الاول توادع مع انا شفت في هذيك اللحظه وغلبوني الدموع ماشي غير انا بوحدها اللي بغيت نتوادع معها كاين الوالده الوالد بقيت كنشوف انا وقلت ليها اسمحي لي حيت هادشي كامل وقع بسبابي بدا كيحسب ديك اللحظه وقلبي كيضرب بالجهد ملي تيرا كان الفردي خاوي وخص مر وجهه ولا صفر بالخلعة بقيت هز عليه السلاح وقلت ليه شخص واحد اللي غادي يقتلك دابا هو انا قربت من حداها يلا بغا يتحرك وانا نتيري ليه في الركبة ديالو طاح للأرض وبقى كيتوجع بالألم فكيته وعطيته السلاح وقلت ليه جا الوقت باش تنتقمي للعائلة ديالك انا كان قلبها شبعان هموم بدون تردد خدات السلاح وقربات من هداه وبقات كتيري فيه وحده ورا وحده بقات غير كتبكي مسكينه وكتورك على السلاح واخا الفرد يخوى قربت من هداه هو وعنقته بالجهد واخيرا انا وياها بوحدنا في هاد الجزيره هادي ودابا غادي نفكروا كيفاش غادي نحيدوا من هنايا كانت ليله زوينه بزاف اول مره غادي نعسوا واحنا مرتاحين
وهاد الراحه خلاتنا نعبر على الاعجاب ديالنا اللي كان من البدايه. وحيت كان غير انا وياه في هاد الجزيره هادي والثالث عارفين نتوما شكون وقع اللي وقع. الغد اللي درنا واحد المهمه انا وياها اللي قاصحه بزاف، وهي اننا دفننا كاع الجوتات ومن بينهم باها وخوته. واخا الاغلبيه ديال الجوتات كانوا تحلوا بزاف والريحه ولات فيهم خانزه، ولكن دفناهم كاملين. بدينا كل نهار كنخرجوا اتجاه داك الشط على امل انه تبان لنا شي سفينه ولا شي طياره، ولكن والو، لا طير يطير ولا وحش يسير. دوس انا وانا تقريبا شهر وحنا كنقادوا واحد اللوحه خشبيه. انا كنت عارفه بلي هاد اللوحه الخشبيه ما غاديش تصدق، وباللي ممكن نموت في وسط المحيط. وحتى انا كنت خايف، ماشي حيت غادي نموت، حيت ما غاديش نحظى بفرصه انني نعيش مع انا. موقف واحد دارته انا اكدت لي بلي ما كاينش شي انسانه غادي دير معايا كيف ما دارت. ضحات بنفسها على قبلي، وليت انا وياها هما عصافير الحب في هاد الجزيره. نهار وراتها لي في الخريطه تصدمت. الجزيره سميتها كورفو وقريبه السواحل الامريكيه. كيفاش ضرب ديك المسافه كلها من طنجه حتى لهنايا؟ كنا كنبقاو غير جالسين وكنشوفو داك الصندوق ديال الكنز، وبقيت كنحلم انا وياها الحياه اللي غادي نعيشو في المستقبل. كنت كنصبح وكنمسي على انا، وكنت كنشوفها 24 ساعه على 24. واخا كانت كبر مني تقريبا بعامين ولا 3 سنين، ولكن كانت بحال شي طفله مدلله صغيره وفيها الحياه. من بعد 3 شهور انا مرضات وكانت غير كترد، وما عمرني كنت كنظن غادي نخاف عليها كيف ما خفت عليها داك النهار. بقات كتضحك انا وقالت لي واش ما كتفهمش، هادشي راه عادي. قلت لها كيفاش عادي؟ ملي قالت لي بلي راني حامله بديت كنغوت. كنغوت بالفرحه في ديك الجزيره، كان واحد الاحساس زوين بزاف. مع هاد الايام كدوز مع هاد الكرش ديال انا كتكبر، وهنا تخلينا نهائيا على فكره اننا نمشيو في داك اللوح الخشبي. رضينا بالقدر ديالنا باللي غادي نعيشو هنايا وغادي نتسناو الفرصه ديالنا. كتبنا الكلمه ديال هيلب كبيره في الشط ديال الجزيره كامل، وبقينا عايشين على داك الامل انه يقراها شي واحد. انا ديما كانت مضاربه معايا باش ما نبقاش ندور بديك الشجره اللي فيها ثمار الهلوسه. كنت مره كنضرب حبه وكنتخيل راسي راني مبواق. بنينا واحد الكوخ كبير بزاف واعتبرنا الجزيره الموطن ديالنا. واحد الصباح كنا ناسين وسمعنا بحال الصوت ديال الطياره، حيت مده طويله ما سمعنا هذا الصوت هذا. فيقاتني انا وقالت لي اسمح. قلت لها اه، الصوت ديال الطياره هادي طياره سياحيه. خرجت من الكوخ ومشيت كنجري بسرعه كبيره، كنجري. ملي وصلت للشط لقيت الطياره مشات. ما شعرتش براسي ديك اللحظه بديت كنبكي، طحت على ركابي وبديت كنبكي. ديك اللحظه وهي تبان لي الطياره دايره وهابطه في اتجاه الماء، وعرفت بلي برمائيه. بديت كنغوت انا. وقفت الطياره في الجنب ديال الشط، ونزل منها راجل ومرتو، وكانوا كبار في العاش. قال لينا داكشي باني بلي دست من هنايا غير باش نصور واحد المنظر. ملي قرينا ديك الرساله استغربت الصراحه، حيت عارف بلي هاد البلاصه هادي ما كيوصلش ليها اي واحد. داكشي باني كان مولوع بالتصوير، وقال لينا الا كان ممكن نصوركم فيديو باش نديرو على الفيلم ديالي اللي كان قاد فيه. قلنا ليه ما كاين باس، قاكدو معانا. وعاودنا ليه لافير كامله اللي وقعت هنايا وكيفاش نجيش انا هو انا. انا قالت لي ما كاينش حل، الكنز غادي يكون في صالح دوله امريكا، وانا وياك يكفي اننا لقينا بعضياتنا ولا لا. قلت لها ما كيهمش كما قلتي انتي، المهم اننا لقينا بعضياتنا. دوات انا في داك الفيديو وعاودت داكشي كامل اللي وقع بالتفصيل الممل. قبل ما تكمل الهضره عرف داكشي باني وقال لي الاخبار ديالكم راها داعت في امريكا وراه لقاو الباطو ديالكم، ولكن نتوما ما عرفوكمش فين كاينين، داكشي علاش تم الاعلان على الوفاه ديالكم كاملين. صور داكشي باني داكشي كامل
باش ما لقاوش مشاكل مع الدولة. قادينا الأمور ديالنا، هزينا الكنز ومشينا مع داك الراجل. طيارة غادة وأنا شادة فيه، وحاجة وحدة كنقول مع راسي، يا ربي ما تكونش حلمة هادي، يا ربي ما تجيش عندي الوالدة دابا وتقول لي يا نوض راه وقت الغدا هذا. ملي كنا غاديين في الطيارة داك الشيبان عيط للجهات المختصة. غير وصلنا للمطار لقينا البلبالة نايضة، داونا نيشا للسبيطار، لقاو عندنا اضطرابات في المعدة وحساسية الجلد وبزاف ديال الأمراض، واللي الحمد لله ما كانش خطيرة. هاد الخبار دار بوم في أمريكا، ولا حديث الساعة، كلشي كان كيدوي على الكنز ديال الجزيرة، واللي خلى هاد المغامرة تكون عندها شعبية كبيرة بزاف، وهي أنايا. ما كانوش متأكدين بلي داكشي كامل اللي قلت ليهم حقيقي، حتى ربطوا الاتصال بالجهات المختصة في المغرب، واللي أكدوا ليهم بلي كان واحد الشاب مشبع بشومبرير وتم الاختفاء ديالو. دولة أمريكا اعتبروني بطل وعطوني وسام الشجاعة ومنحوني الإقامة في أمريكا. دازت تقريبا سيمانة ما بين غير الصحافة والإعلام وقال الإذاعات كيجيو عندنا، وآخر حاجة ما كنش كنتوقعها هي استقبال الرئيس لينا. ملي كمل هادشي هذا مشينا للدار ديال آنا، الأم ديالها مسكينة اللي كانت في حالة يرثى لها. كنت كندير أنا حاجة وحدة، كندخل كنقلب في الانترنيت على شي واحد يعطيني النمرة ديال الملحانوت اللي حدانا. كنت حافظ النمرة ديال نهيلة ولكن ما فكرتش نهائيا نعيط ليها. لقيت اخر النمرة ديال داك الملحانوت، ملي دويت معاه هو يتصدم، وصدمني انا اكثر من اللي قال لي. والديك راه مشاو كراو في طنجة، وكل نهار مساكن كيستناو في داك البحر على وعاسي لوح الجثة ديالك. دارت بيا الدنيا وبقيت كنبكي. لقيت مساعدة كبيرة من دولة أمريكا اللي صايبوا لي باسبور أحمر ووجدوا لي طيارة خاصة حتى لطنجة. فقط داك الصباح وكل حماس ومشيت نيشان أنا وآنا نيشان المغرب. وصلنا لطنجة ومشيت نيشان داك البحر اللي كنت فيه أنا والدراري. آنا كانت متقلة، كنت مشى أنا وياها بشوية، وخل داخل ديالي باغي نجري ونشوف والدي واش كاينين هنايا ولا لا. ما حد كان قرب، ما حد كيبانوا لي، واحد جوج ديال الناس جالسين بجوج كراسه اون فاس مع البحر، ما كنتش عارف واش هما ولا لا، ولكن ما حد كنت كنقرب، ما حد كنت كنحس باللي هما. وقفت ديك اللحظه والدموع على خدي، عرفتهم بلي والدي، عرفتهم اللي بلي مازال كيتسناوني. بديت كنغوت، ماما بابا. نادو مساكن قفزو من بلاصتهم، شافوني وتمو جايين كيجريو عندي، والوالدة كتغوت. تعرقنا بثلاثة وبقينا كنتمرغو في ديك الرملة والدموع كينزلو. قالت لي الوالدة مسكينة، كنت عارفك باللي باقي حي، كنت عارفك قلب الأم هذا، كنت عارفك يا ولدي باللي باقي حي. كان مشهد حزين بزاف، أنا مسكينة غير كتشوف وكتبكي. شافت الوالدة وقالت لي ياه شكون هادي مسخوط، البكية ولا الضحكة؟ قلت لها كي جاتك الوالدة. قربت من ودني وقالت لي ياه بياسة ود الحرام، ني دبرتي عليها؟ قلت لها الوالدة بلا ما تدير لي محاضرة وراك المفتي، هادي آنا البنت اللي تأكدت باللي كان بغيها بزاف، وقا ما قدر نعيش بلا بها، وراها حاملة بولدي، وهاد البنت اللي واقفة قدامك الوالدة هي سبب أنني حداك دابا. ناضت الوالدة وعنقاتها وحتى الوالد، تمينا غادين وكندويو. الوالد طرق كله وكيشوف فيا، قال لي مسخوط والدين، قطعتي الحشيش ياك، شو وجهك ولا منور، حيد لك داك الزبل. قلت لي الوالد عمرني نعاود، أصلا الحشيش ما عنده باش غادي يفيدني، وخا بسباب وعشت المغامرة هادي. مشينا لواحد القهوة وبقى كيعاود لي الوالد على داكشي كامل اللي دارو فيها أمامي. قال لي بلي الكاري جرى علينا من الدار، عيش مطلب في خوتي والو ما عقلوش عليه، ولكن ربي كبير، كما تودين تودان، الشركة ديالهم على بوابة الإفلاس،
وراح حاطي الاسهم ديالهم كلها للبيع، وتا واحد ما بغاه. قلت لي الوالد خليك منهم ما يهمكش، دابا انا جيت والله الوالد كون سوقر لينا واحد الكنز، كون شريت كازا كامله. دوزت تقريبا 3 ايام مع الوالدين ديالي. من بعد قالت لي انا باللي ضروري خاصنا نرجعوا لميريكان، كاين شي حفل خصيصة لينا. طمأنيت على الوالدين ديالي. من بعد رجعنا لميريكان، كان واحد الحفل كبير بزاف، كانوا مجموعين فيه كاع علماء ديال الآثار من العالم كامل. دولة امريكا عطاتنا هدايا مالية وتعويض على داكشي كامل اللي وقع. القيمة ديال الهدية ديالي كانت هي 500 مليون، وانا عطاوها مليار كتعويض للعائلة ديالها، الاب ديالها وخوتها. دوز داك النهار كامل وانا مصدوم، وهايلي 500 مليون كاع. ملي رجعنا للدار عاودت لانا داكشي كامل اللي بغيت ندير لوالديا. في الليل وحنا مخشيين في بعضياتنا قالت لي عندي ليك مفاجأة. قلت لها شنو هي؟ قالت لي غمض عينيك. غمضت عيني وعطات لي شي حاجة في يديا. ملي حليت عيني لقيتها الجوهر. قلت لي مني دبرتي على هادشي؟ قالت لي ميمكنش نعطيهم الكنز كامل، خليت شي حاجة قليلة وعندها قيمة كبيرة، وهذا الجوهر هذا وحدة فيهم كتعادل ديك المبلغ كامل اللي عطاوك. صافي عرفت ديك اللحظة باللي هاكين الحياة، ما كاين غير رفاهية. دوزنا تقريبا سيمانة في ميريكان، وحيت انا بقى لها تقريبا شهر باش تولد، رجعنا للمغرب باش ندوز مع العائلة ديالي واحد الوقيتة، ومن بعد نرجع للميريكان. كنت عارف بلي الوالد متعلق بزاف في السكنة اللي كنا عايشين فيها، حيت هي اللي بدا فيها حياته وكانت عايشة مع جدة الله يرحمها. وصلت طنجة وقديت الأمور ديالي ووصيت الناس كاملين اللي مكلفين. من بعد 4 أيام شدينا الطريق لكازا، المدينة اللي كبرت فيها. وصلنا للدرب وقال لي الوالد علاش جبتينا هنايا؟ راه ما بقيناش سكننا هنايا، الله يرضي عليك ولدي يلا نحيدو من هنايا. قلت لي الوالد غادي للدار ديالنا. وصلنا قدام ديك الدار اللي كنا كاريين، فقال لي كيفاش الدار ديالنا؟ قلت لي الوالد هادي الدار ديالك وراه كتبتها بسميتك. الوالدة مسكينة بدات كتزغرت، نهضت البلبالة في الدرب، كلشي تجوق عليا. وانا كنت باغي نشوف حاجة وحدة، دوك المكاريب اللي مشاو معايا لطنجة واللي بقاو عليا بالجوانات حتى تبوق الدرب بصح. واكثر واحد فيهم هو مول شومبرير اللي بدا لينا واحد احساس زوين بزاف. ملي سمعوني مساكن جيت جاو كيجريو عندي، بقاو كيعنقو فيا وكيبوسو فيا. قربت من حدا داك الدري اللي عطاني شومبرير وقلت ليه، وفعلا تجربه زوينه بزاف. طلعنا للدار كاملين وبقيت كنعاود لهم التجربه كامله، كاع ما صدقوا الدراري كاع، وقالوا لي ياك ما ضرب شي جوان العفريت. حتى واحد ما كان كيقدر يصدق، حتى شافوا داك الروبورتاج ديال داك الراجل اللي كان جا عتقنا بالطياره ديالو. وملي شافوني في ديك الحاله اللي كنت فيها تصدموا كاملين، كنت مغوفة المشاكك وكانت انا كثار مني، ولكن رغم ذلك كانت غزالة. ديك اللحظة سمعنا الدقان في الباب، بغى يهبط الوالد وقلت ليه لا الوالد توحشت هاد الايام هادي اللي كنت كنهبط فيها نحل الباب. قالت لي الوالدة منين؟ ديما كنت كنقول لك هبط وانت كتقول لي هبط الوالدة. كلشي كيضحك. هبط نشوف شكون كيدق. ما حليت الباب لقيت واحد البنت حاضر راسها. ملي هزات راسها لقيتها نهيله، بدات كتبكي وقالت لي عافاك سمح لي، عافاك سمح لي بزاف. ملي سمعت الخبر ديال الموت ديالك كان صدمه كبيره بالنسبه لي، وتمتم رفع الدعوى ديال الطلاق. ما قدرتش نعيش مع داك الانسان حيت اصلا كاع ما كنبغيه، وانت عارفني بلي كنبغيك نتايا، ولكن كنت مازال صغيرة وطمع عمالية عينية. تما تقربت مني بغات تعنقني وندفعها. قلت لها سمحي لي انا راه مزوج وما يمكنش نعنق شي مرة من غير مراتي، الله يستر ليك، وحنا غادي نبقاو ديما خوت، وانا راه غادي نعاونك باش تبني حياتك، وما تنساش باللي
غادي تبقاي ديما واحد الانسان اللي عزيزه في حياتي. حاولت نسد الباب وقلت لها اسمحي لي. بقيت طالع في الدروج ومستغرب كيفاش كانت هاد الانسانه واحد وقتها هي كل حاجه في حياتي، ودابا كانت واقفه كسائر النساء عادي ما حركت فيا والو. كاع الناس اللي كانوا جزء من هاد التجربه هادي تهليت فيهم، صحابي اي واحد، وكيف ما كنت كنوعد الوالده ديالي بلي غادي نديهم للحج واحد النهار، ودابا قادر نديهم في اي وقت. دوزنا تقريبا يومين في كازا. نهار السبت قلت الوالد بلي عندنا واحد الاجتماع مهم، هو ما عارف والو. لبست كوستيم حسنت لي وقاديت لي الامور ديالو، حتى وصلنا للشركه اللي فيها عمامه. الوالد ديالي حتى هو كان عنده نصيب في هاد الشركه هادي اللي خلاها جدي الله يرحمه، ولكن كان متهور شويه وكان مقابل البلياو والتفليه، داكشي علاش خوتي كانوا باغيين ينسلو منه. عطاو النصيب ديالو ديال الفلوس اللي هو كان نصيب ضئيل بزاف. الوالد قال بسم الله وبقى كيطرطق في الفلوس، وملي وعاو فاق ما عقلوش عليه. ودابا انا خديت ليه نسبه كبيره ديال الاسهم تقريبا 75%، يعني هو المدير التنفيذي ديال الشركه. تمينا طالعين والوالد مسكين حشمان، قال يلا غادي نلقى عمامك هنايا. قلت له غير طلع الوالد. قال يلا غادي يجريو علينا. قلت له الوالد واش كاين شي واحد كيجري على المدير ديال الشركه؟ دخلنا لديك القاعه غير شافونا وما يتصدموا كاملين، اش كيديروا هادو هنايا. جلس انا مع الاعضاء ديال الشركه والوالد حتى هو جلس حدايا. نوضت ديك اللحظه وديتو الكرسي ديال المدير، شافوني وما يتصدموا. قلت لهم بلا ما تبقاو تدوروا في راسكم، مالك اكثر نسبه مئويه ديال الاسهم في الشركه هو الوالد ديالي، اذا هو المدير التنفيذي ديال هاد الشركه هادي، وفي بلاصه ما تبقاو تدوروا في بالكم نوضوا بوسو لي راسو وطلبوا منه السماحه غير على قبل جدي مسكين اللي بنى هاد الشركه هادي، اما كون خليته تهبط. درت ديك اللحظه ولقيت داك عمي اللي كنت ديت لي السيفي وبقى كيستهزئ بيا، شافني واحد الراس. قلت لي هكاك حدا الراس هاد الزمان غدار، وكيف ما عطاك انت قادر يعطي لاي واحد، داكشي علاش الله يخلينا في صباغتنا. رجعنا من بعد للدار ولقيت الوالده موجده ليا مفاجاه، وغير وصلت قدام الباب دقيقيه بداو كيضربوا. كان حفل كتاب ديالي، تزوجت انا وانا على سنه الله ورسوله، واللي خلاني نكون راضي على هذا الزواج هذا هو انه انا كانت عندها رغبة قوية أنها تعتنق الإسلام. بقات لينا يومين تقريبا ونرجعوا لميريكان. كنت ديما كنطلع السطح وكنبقى نشوف داك الكوالي كنت كنجلس فيه، كنت كنجلس وأنا فاقد الأمل، وكنت كنقشر راسي بالدخان في الوقت اللي هناك عالم كبير بزاف وكينتظر منا غير نتحركو. هاد التجربة ديالي كانت قاسية بزاف، ونقدر نقول لكم بلي أنا واحد من دوك الدراري بزاف اللي مبليين. كنت ديما حاقد وكنقول البلاد ما عطاتنا والو، تفو على حياتي بلادم غيموت لي حسن ليه. ولكن ملي لقيت راسي وسط البحر بديت كنتقاتل غير باش نعيش. ما كانش ديك اللحظه كنفكر في جوان ولا كنفكر في البليه، كنت كنفكر باغي غير نعيش. ونهار كان جاني الجوع والعطش كنت كنفكر غير في الماكله. كاينين بزاف ديال النعم كنعيشهم وكاع ما عارفين القيمه ديالهم، واكبر دليل على انه البليه ما كتفيد بوالو. ملي احتاجيت الجسد ديالي باش نقاوم وسط البحر لقيت جسد خاوي، السفل ما كاينش مقتول. وكيفاش غادي تواجه المجتمع الا كان جسد ديالك مقتول؟ وكيف ما كان كيقول لي الوالد ديما وكاع ما كنت كندير بكلامه واخا كنسمع به، كان كيقول لي بلي الحياه فرص، كون على استعداد. حتى نتوما كونوا على استعداد، وملي تجيكم الفرصة ديالكم تشبتوا بها. وخا طوال حياتي وانا كنقول ما عندي زهر تفو منحوس، ولكن في الاخير الزهر ديالي كان زوين بزاف. ديما خليو الامل يكون كبير، حيت لا حياة بدون امل. الحياة ديالي ولات مقسومة ما بين نيويورك وكازا. الوالد الامور ديالو بخير في الشركة، وانا ولدت لي واحد الوليد زوين بزاف، والصراحة كيشبه ليا
غير هو عيني خضرين. انا الانسان اللي كل مره كنزيد نبغي اكثر. نهيله كان جزء من الحياه ديالي، داكشي علاش عاونتها ماديا. انا تفتح المشروع ديالها وتكمل فيه الحياه ديالها، ورغم داكشي كامل اللي دارت ما غاديش ينسيني في الحوايج الزوينه اللي كانت كدير. ويكفي انني عشت معها تقريبا واحد 5 سنوات ديال الحب والامل. كانت هذه هي القصه ديالي، خذوا منها اللي غتستافدوا، واهم حاجه ما عندكم ما ديروا بالبليه. الدنيا دواره والزمان قاصح، وخاصك تكون ولا تكوني قصح منه. كانت هذه هي نهايه القصه. الا كنتي اول مره غادي تشوف قناه ديال سوفيا ستوريز، خلي اشتراك لايك وما تنساش ديما سوفيا ستوريز. يا ربي سهل لي هادشي.